السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو تحدي كتير قوي. التحدي راح يكون تحدي الضحك. شباب، نحن جبنا شويه بعض الفيديوهات، ومثل ما كنتم شايفين بعض البوالين، كل بالون فيه عقوبه شكل، واحد حليب، واحد فلفل اسود، واحد لبن، واحد مي حليب. واحد وفي بعضهم ما فيهم شيء. شباب بس ناس طلعوا كنزة بابا. اللي ثلاثتنا طبعا انا عم اعبي الحليب، فقعته بوجهي هيك، لا تطلعوا على الكنزه. فعلى الحالتين رح ناخذ اخر شيء شاور على السريع، حمام بعد هذا التحدي. فهلا ثلاثتنا رح نشوف المقاطع مثل ما رح نشوفوا على الفيديو، واللي بيضحك مننا رح يقعد بالنص ويختار على الغميضه البالون من هذول ونطقه فوق راسه. فرح نشوف مين هو اللي يكون حظه اقوى، ومين هو راح يتحمل انه ما يضحك. وان شاء الله تكون المقاطع مضحكة، واذا عجبكم هذا الفيديو وضحكتوا لا تنسوا تدعمونا باللايك، واذا مو مشترك بالقناة اشترك وانضم لعائلتنا. 50,000 لايك ما راح تخسر شيء، يعني اعمل هيك اوف من سمير كي. بالله احمد اخرك اختي، يعني بس لايك اساطير وانتو قدها. انا اذا وراح نبلش من الفيديوهات الاولى. يلا نصيحة الشهد اول وهله. لا لا والله 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 ضحكتي، اقسم بالله وقبل قبل التصوير شباب، اقسم بالله انا ما راح اضحك، انا مستحيل اضحك. شهد بتغمضي عيونك هلا، راح نلخبط لك البوالين. تعي لهون على النص. انت بتمسكها انا وانا بمسكها. اوكي دبوس معنا، دبوس معي. هات اعطيني اياه، غمضي عيونك اول. يلا اللي بعده. استنى اخو حبيبي، والله اللي زعلان حبيبي، يلا كان خاطرك خاطرك مع السلامة. ما افتقدك يا عزيز، فلتني يا عزيز في البيت، 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 بابا في شيء اسمه ضحك وفي شيء اسمه ابتسامه. انا ابتسمت، هذه ابتسمنا نحن عم نعمل هيك. انت اخر الشارع صوت ضحكتك وصل حبيبي. عدلي بالنص بس شيء للحليب اول. ما شغلنا، انت بدك يلا. ما في تلمس وحده وحده، بدك تحطي لك عليها بتاعك. خلص لا شوف، يلا لا شوف، استنى 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 ما بنعرف شوف.
قربي قربي لهون شوي. شو اتعب انا رح اتعب والله. لا خليك تطقط رح اوصل عندي جيران. لا عراسه عراسه بابا عراسه يو التصوير. اسف شباب اتطفى التصوير على على فقعة البالون ف ما بتطلع. فلفل اسود فلفل اسود مع كركم اكل. يلا شهد الفيديو اللي بعده. خلي 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 طيب يلا لا اختار هاي بالاول لا اختار لك. هاي بالاول لك. اختار لا, هاي لا, لا 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 والله اختار هاي. لا والله هاي. هاي. خليك حاطه ايدي يلا يلا بابا. هي شيء استنى 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 مليان مليان يا ضاحي استنى استنى يا سلام يسعد الله يسعد الله والله انه والله هاي احسن شيء احسن. يلا اعطيني المقطع اللي بعده بسرعه بسرعه. العيال عندهم اختبارات خلاله ولا باقي. المفهوم كان ذكي. لا ما شاء الله نايمين الله يوفقك اختبارات. لا يا اختبارات ما بدنا ننام. لا طالع ديبي وفيكتور ونبطي. تعال تعال دزد لك اللايتي بالديسكورد. يلا تعي على النص على السريع على النص على العقوبة. طبعا تحياتنا لماهركو اخونا حبيبنا. تحياتنا لحبيبنا ماهر. يلا يلا شهد. طب يلا يلا, يلا خلصنا. لا 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 ما في شيء. لما بنت تدور على صرصور على صرصور بغرفتها ويطلع لها يا رب هاي فرصتك يا رب. بدي ألعبك لعبة. إيش هي؟ آه لعبة أسطورية هاي. ماشي. شوف يا كبير. طلع. بدي ألعبك لعبة. إيش هي؟ آه لعبة أسطورية هاي. ماشي. شوف يا كبير. طلع. عملت هيك. بالتصوير. لا. بالتصوير المبين. لا. عيد عيد عيد. شو عيني بتعدل عليك ما بتعدل. انا قلت ابتسامي هيك مسموح بس اسمع الصوت. اما هاي ال انا ما ضحكت. يلا يا جماعه هذا الشخص بس سؤال اذا عملنا هيك يعني عاده سمعت صوت. اروح يا عم سمعته. اوف سمعت صوتي. سمعت صوتي. سمعنا صوتك. باي. شو هذا؟ ما دوري يا عمي. ما ضحكت انا. لا ضحكت والله العظيم. مسخره. يلا لا مسخره مسخره. يلا طيب والله
اقسم بالله اذا برجع للفيديو وماني ضحكان فيه انت ما بتذكر لان انا ما بتذكر طلع صوتي بالفيديو شباب هذا يزن هو صغير لا وانا طالع اذا حابين ننزلكم صور وفضايحه وهو صغير هو وشهد اكتبوا لنا بالتعليقات عشان الفيديوهات الجايه نعمل عليهم ردة فعل ولا نشوف شو بده يحكي يزن استنى شوي يلا كيفك يا حلمه كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير لك محمد وتعال تعال تفهدوني نحلها وبوتي ارجع على مش على الضو صافي مش على الضو كمان مش على الضو انا حلو انا حلو حلو انا هي متابعينك عم يشوفوا هلا الفيديو يا حلو استنى شوي ماي تايم دونالد ماي تايم دونالد انا دام اسمي ادون ليف بوليس عصير برتقان انا حاطه بايدي ايه روح جيب لك بيضه بصير صحن كنافه فوق راسي والله بصير احلى 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 بسبوسه بابا شو شعورك بعد الحليب وهلا بدنا نجيب بيضه بتصير كنافه الكم تحدي ثاني ان شاء الله اوكي شباب لهون بكون خلص الفيديو اللي تكون بكل هذا اللي انا حطيته بايدي للاسف طلع حظي هو التعيس تحياتنا لكم تحياتنا لكل اللي مشاركين معنا مين مشاركين معنا مهلكم ايه صح للفيديوهات اللي ضحكونا تحياتنا لكم سلام